السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولي تفيد ومعكم إن شاء الله في فيديو جديد. إن شاء الله هذا الجزء الثاني من سلسلة التشريف حلقة الكيتوجينيك دايت. إن شاء الله في هذا الفيديو راح أقدم لكم الحسابات كيفاش نعرفوا كمية البروتين، كمية الكربوهيدرات، وكمية الدهون اللي نتناولها في حمية الكيتوجينيك أو الكيتو دايت. في هذا الفيديو ان شاء الله الحسابات راح تكون بطريقه مختلفه نوعا ما، احشكم مماثله لطريقه الحسابات اللي قدمناها في دوره الكربوهيدرات. في دوره الكربوهيدرات قدمت لكم الطريقه اللي تقوموا بها الحسابات بنفسكم، لكن في هذا الفيديو ان شاء الله راح اقدم لكم موقع الكتروني اللي هو تعطيه البيانات تاعك، تدخل كامل البيانات تاعك متعلقه بالطول، العمر، الوزن ومختلف البيانات اللي دخل هذا الموقع الالكتروني. هو اللي يقوم لك بالعمليات الحسابيه ويسهل عليك الامور ويعطيك عدد السعرات الحراريه، كميه البروتين، الكربوهيدرات والدهون. هذه بالنسبه للاشخاص اللي راهم حابين الحسابات تهمهم فقط معرفه الحسابات. اما بالنسبه للاشخاص اللي حابين انهم يعرفوا طريقه الحسابات ولا انهم يقوموا بالطريقات بنفسهم، يعني كثقافه عامه ولا لاهداف اخرى، ممكن انهم يقوموا بمشاهده الجزء المتعلق ب الحسابات في دورة الكربوهيدرات. يقوموا بنفس الحسابات لكن بتغيير النسب، بجعل نسبة الدهون 75%، يعني يقوموا بحساب السعرات الحرارية بشكل عام، ويقوموا بإنقاص كما قلنا من 200 إلى 500 حرارية، ولا ممكن حتى 800 حرارية بالنسبة للأشخاص اللي حابين يفقدوا الوزن بصفة جد سريعة من البي ام ار، يعني راك تشوفوا الشرح تاعها في الفيديو السابق. يقوموا بإنقاص عدد الحريرات كما يحبين هما، يعني كما قلنا من 200 حتى 800 حريرة، ثم السعرات الحرارية للقهوة تكون 75% منها دهون، عفوا 5% فقط كربوهيدرات و 25% دهون. هذه بالنسبة للأشخاص. أما بالنسبة للموقع الإلكتروني فهو بالإنجليزية، لكن إن شاء الله راح نقدم لكم الشرح بالتفصيل. قوموا معنا إن شاء الله راح نديروها خطوة بخطوة. أول نقطة نقوموا بها هي الذهاب بصفحة جوجل، يعني يلزمك الانترنت للقيام بهذه الحسابات طبعا في جوجل، وقوموا بكتابة اسم الموقع اللي هو ruled.ime ولا ruled.me. ان شاء الله راح ندير الرابط تاعو اسفل هذا الفيديو. تكون اول نتيجة اللي ظهرنا الاولى. ثم نقوموا ب في صفحة الموقع اللي هو متخصص في كل ما يتعلق بالكيتوجينيك دايت، بحمية الكيتو. كيتو دايت يعني يقدم وجبات، يقدم كثير من الأمور المتعلقة بالحمية. في البار العلوي عندنا الكثير من الاختيارات، نروحوا للكيتو دايت، يعني في هذه النقطة هنايا تخرج لنا هذا البار من الأسفل، نروحوا للكيتو كالكوليتر أو حاسبة الكيتو، قوموا بالنقر عليها. هذه هي الصفحة اللي إن شاء الله غادي نقوموا بالحسابات فيها. صح، أول حاجة نبدأ بها هي تغيير الوحدة، لأنه هذا الموقع أمريكي، لهذا هم يتعاملوا بالوحدات اللي هي الباوند والإنش، ولا يعني الوحدات مختلفة عنا نوعا ما، لهذا احنا نحولوها إلى الميتريك بالضغط هنا في هذه النقطة هنا الميتريك. هنا تشوف يعني راك تتحول الوحدة إلى سنتيمتر والكيلوغرام. صح، بعد ذلك عندنا اختيار الجنس سواء ذكر ولا أنثى. صح، ديروا ذكر هنا في الحالة. عندنا الطول، أنا مثلا الطول تاعي 1.70 متر، متر وسبعون. والوزن، الوزن ما رايحش نختار وزني أنايا، راح نختار وزن أحد الأشخاص اللي اتصل بيا في هو كان أول واحد طلب مني هذا الطلب في صفحة الفيسبوك ولا في اليوتيوب، اللي هو كمال حسني، وطلب مني أن أقوم بالحسابات على 70 كيلوغرام، لهذا راح ندير له 70 كيلوغرام. صح، ثم عندنا العمر، انا السن تاعي هو 24 سنة. ثم نقوم بتنزيل الى الاسفل، هنايا بودي فات بورسنتاج، يعني نسبه الدهون في الجسد تاعك. اذا كنت تعرف نسبه الدهون في الجسد تاعك ممكن تقدمها، راه عندنا فيديو في القناه اللي حساب بنسبه الدهون بدون اي معدات، ممكن راك ندير فين الرابط تاعو اسفل هذا الفيديو ان شاء الله ممكن تحسبوا به. لكن اذا ما حسبتش نسبه الدهون تاعك كيفاش تدخل الرقم هنايا؟ هنايا يعني لازم تكون صريح نوعا ما مع نفسك،
إذا كان عندك، إذا كنت عارف روحك باللي عندك سمنة زائدة والوزن تاعك أكثر من الطول تاعك يعني أكثر من 15 كيلوغرام، يعني مثلا الطول تاعك 1.70 متر كما أنايا، ولكن يكون الوزن تاعك 85 كيلوغرام، يعني هنا الوزن تاعك أكثر من الطول تاعك ب 15 كيلو 15 كيلو 15. هنايا حاول أنها النسبة تخليها ما بين 22 حتى 25، وهنا لازم تكون تلاحظ بأن أنه عندك ترهلات في منطقة البطن وحتى في منطقة الصدر، منطقة المؤخرة والأفخاذ، هنا تكون ما بين 22 حتى 25. كما قلت لكم لازم يكون الواحد صريح مع نفسه، لأنه أكثر ما تقرب الرقم من الصحة ولا تكون صريح مع نفسك، النتائج تكون أكثر دقة. صح، إذا كانت عندك نسبة يعني تشوف أنه الترهلات كاينة في منطقة البطن وفي منطقة الصدر، لكن ماكش كيما نقولوا إنسان ضخم، يعني ماكش ما عندكش سمنة فعلا فعلا زائدة، ممكن تخلي نسبة ما بين 18 حتى 22. إذا كان عندك ترهلات فقط في منطقة البطن وجدت بسيطة في منطقة الصدر، يعني حتى أن الكرش تاعك ماهيش فعلا فعلا ضخمة، ممكن تكون ما بين 15 حتى 18. إذا كانت عندك دهون في منطقة البطن، ولكن هذا الدهون في منطقة البطن يعني ما تخليش، ما تكونش كما نقولوا احنا بالعامية الجزائرية عندك الكرش بارزة، يعني ما تكونش عندك منطقة البطن جد بارزة، تكون عندك دهون في منطقة البطن لكنها دهون طفيفة نوعا ما، وما عندكش ترهلات في منطقة الصدر كلش، هنا تكون ما بين 13 ولا 12 حتى 15. إذا كانت عندك يعني البطن تاعك مسطحة، يعني ما عندكش بطن بارزة، وإذا ضغطت يعني بقوة ممكن أنه تشوف عضلات البطن تاعك، هنا النسبة تكون ما بين 12 حتى 15. أغلب الأشخاص يكونوا حوالي 18، هنا راح نديروا نسبة هي 18. صح، ثم هنا عندنا نسبة النشاط اليومي، ليس فقط في التدريب لكن النشاط اليومي بصفة عامة، سواء في تنقلاتك ولا في العمل تاعك ولا في التدريب. صح، عندنا اول نقطه هنايا، فاني هذه لازم يكون الواحد صريح مع نفسه نوعا ما، هنايا سيدنتوري، هذه بمعنى الاشخاص اللي يعملوا في المكاتب ولا العمل تاعهم لا يتطلب جهد بدني عالي، ويكون التنقلات تاعهم بالسياره وما يكونش يمشي بزاف وما يدربش، يعني ما يقومش باي رياضه، يكونوا هنايا. اذا كان شخص العمل تاعو ماهوش مجهد لكن ممكن انه نقولوا انه يتحرك نوعا ما، ممكن انه يمشي خلال اليوم ولا عنده تدريبات لمدة 20 دقيقة ولا في بعض الايام في الاسبوع، ويكون النشاط تاعو يعني نوعا ما بسيط، يكون هنا لايت لي اكتيفي لايتلي اكتيف. صح، هذه النقطة الثالثة واللي يكون فيها اغلب الاشخاص، اللي هي نسبة نشاط نقدر نقولوا متوسطة، هذا يكون العمل تاعو متوسط النشاط، يعني مثلا انه يعمل في مكتب ولا استاذ ولا هذا النوع من الاعمال اللي ما يكونش فيهم النشاط جد عالي، لكنه يتدرب 3 أو 4 مرات في الاسبوع ولا ممكن اكثر، وحتى انه في التنقلات تاعو يتحرك نوعا ما خلال اليوم. صح، وعندنا هنا فيري اكتيف، هنايا ما ديرش فيري اكتيف الا كنت تظن انه التدريبات تاعك عاليه، هذه فيري اكتيف يعني نشاط جد عالي، هما الاشخاص اللي عندهم العمل تاعهم يتطلب جهد بدني عالي، مثلا انك كنت تعمل في مجال البناء، ميكانيك سيارات، يعني العمل تاعك فعلا يتطلب جهد بدني، ومع هذا بالاضافه الى هذا تكون عندك تتدرب، يعني تتدرب 3 أو 4 مرات خلال الاسبوع وبكثافه عاليه، هذه فيري اكتيف ديرها اذا كان فعلا فعلا النشاط تاعك ولا العمل تاعك يتطلب جهد بدني جد عالي مع تدريبات. انا ننصحكم انه اغلب الاشخاص يكونوا هنا في moderately active يعني متوسط النشاط. بعد هذا عندنا الهدف تاعك من الكيتوجينيك دايت، انقاص الوزن lose weight maintain ولا gain muscle، maintain معناها تحافظ على الوزن تاعك، و gain muscle معناها انك تكتسب كتلة عضلية، تكتسب كتلة عضلية عن طريق الكيتوجينيك دايت صعبة نوعا ما لكن ممكن تديرها. lose weight يعني انك تخسر دهون. صح، هنايا هذه نسبة ال ديفيسيت يعني نسبة الحريرات اللي رانا نقصوهم على واش يحتاج الجسد، كما شرحناها في الفيديوهات السابقة، مثلا إذا كان الجسد تاعك يحتاج 2500 حريرة باش يحافظ على وزنه الحالي، نتايا باش تنقص الوزن تاعك لازم تنقص نسبة من الحريرات باش ينقص، هذيك اللي تنقصها مثلا إذا نقص 300 حريرة ولا 400 حريرة ولا 500 حريرة، 2500 ناقص 500 حريرة
تعطيني 2000، يعني راح تتناول 2000 حريره باش ينقص الوزن تاعك. هذيك ال 500 حريره اللي لك نقصها هي ما يسمى بالديفيسيت، يعني مانيش عارف الترجمه بالعربيه، لكن هي ما نقصت، يعني عدد الحريرات اللي نقصهم على واش يحتاج الجسد تاعك باش تنقص. هنا نديرها بالنسبه وليس بالعدد. كل ما زادت النسبه تزيد سرعه انقاص الدهون، لكن تزيد معها فرصه خساره العضلات وخساره القوه البدنيه، والوجبات تكون اقل. يعني اذا كبرت النسبه راح تضحي بالكتله العضليه تاعك وتضحي بالقوه الجسديه تاعك، ولازم عليك تتناول وجبات اقل. لهذا وين ما تزيد النسبه راك تصعبها على الجسد تاعك. هنا 20%، 20% هي نسبه متوسطه، يعني تخليك تفقد الدهون تاعك، تخليك تفقد الوزن، وتخليك تحافظ نوعا ما على الكتله العضليه تاعك، وتكون الوجبات متوسطه. ممكن تخليها 30% اذا حبيت تفقد الوزن بسرعه، ولا ممكن تخليها 10% بالنسبه للاشخاص اللي حابين يحافظوا على الكتله العضليه، او انهم ما همش حابين ينقصوا الوزن بسرعه كبيره. وكذلك بالنسبه خاصه للاشخاص اللي ما يقدروش ينقصوا وجبات كميه كبيره، يعني ما يقدرش يتناول كميه قليله من الاكل. لهذا تنقص النسبه، تخليها نسبه بسيطه، تفقد الوزن ببطء، لكن تتناول وجبات اكثر وما تشعرش بالجوع لمده طويله، وكذلك تحافظ على الكتله العضليه تاعك وعلى القوه البدنيه تاعك. هنايا واش نديرو؟ هنايا انا راح نخليها 20%، يعني نسبه متوسطه. هنايا النقطه اللي هي نت كارب، يعني نسبه الكربوهيدرات الصافيه. كما قلت لكم حتى هنا يعني راهي مذكوره في الموقع، دايرين باللي النسبه المنصوح بها هي 5% من الرجيم الغذائي تاعك، ولا ما يعادل 20 غرام. 5% كما شرحناها، انا 20 غرام ما نبغيهاش، نبغي 30 غرام، رغم انها تغير بسيط، لكن 30 غرام تبان لي باللي يعني اكثر قابليه للتحقيق، يعني تكون اسهل بالنسبه لك انك تحققها ب 30 غرام كربوهيدرات خلال اليوم. ثم عندنا نسبه البروتينات. صح، نسبه البروتينات متعلقه بنقطتين، قدرتك على استهلاك كميه كبيره من البروتينات خلال اليوم، يعني اسكو عندك مكمل، هل لديك مكمل غذائي، وهل لديك القدره الشرائيه انك تقدم تتناول كميه كبيره من البروتين، ومتعلقه ب حفاظك على الكتله العضليه، يعني القدره الشرائيه تاعك، ولا يعني كيما نقولوا البيجي، يعني راك نرجع له، وكذلك الحفاظ على الكتله العضليه تاعك، الميزانيه تاعك هو الحفاظ على الكتله العضليه تاعك. صح، هنايا راه مديرينها الحد الادنى 0.6 غرام لوزنك للكيلوغرام. اذا مثلا حبيت تحافظ على الكتله العضليه تاعك، النسبه اللي ديرها هي ما بين 1، يعني ما بين 0.8 حتى الواحد، هذه تخليك تحافظ على الكتله العضليه تاعك، وممكن تقدم بها نوعا ما. اذا حبيت تزيد الكتله العضليه تاعك خلال انقاص الوزن، تخليه 1 حتى 1.2 غرام من البروتينات لكل كيلوغرام. هنايا ممكن اذا درناها 1 حتى 1.2، هنايا اللي حابين الاشخاص اللي حابين يحافظوا على الكتله العضليه تاعه، ولا لا يزيد الكتله العضليه تاعه، اللي حاب يحافظ على الكتله العضليه تاعه ما بين 0.8 حتى 0.6، واللي ما تهموش الكتله العضليه ولا ما عندوش القدره الشرائيه لها، ممكن يخليها 0.6 حتى 0.8. حنا غادي نخليوها 0.6 باش ما تكونش عندنا كميه البروتين اللي تناولها خلال اليوم جد عاليه. صح، هنايا يعطينا النتيجه. فيها بالنسبه لهذا المعلومه اللي دخلناها هنايا، عطاتنا 1779 حريره خلال اليوم، يكون منها 151 غرام دهون، 30 غرام كربوهيدرات اللي حنا اختارناها، و 76 غرام بروتين. اذا مثلا غيرنا درنا بلي شخص حاب يتناول 1 غرام بروتين لكل كيلوغرام من وزنه، نديرو هنا 1 غرام، نغيرو هذا الرقم لواحد، هنايا هذا الرقم نغيروه لواحد، تعطينا 127 غرام بروتين. نسبة عدد الحريرات يبقى نفسه، لكن تتغير نسبة الدهون، لأنك زدت كمية البروتين، لأنك زدت حريرات، لازم يعادلوها بإنقاص الحريرات من جهة أخرى، واللي هي من نسبة الدهون. لماذا؟ لأن نسبة الكربوهيدرات رانا درناها ثابتة 30 غرام، تولي 127 غرام بروتين و 128 غرام دهون. رجعوها هنا 0.6 لأن تكون أكثر عقلانية وأكثر قابلية للتحقيق بالنسبة لكثير من الأشخاص، وهنا متعلقة كما قلنا بالقدرة الشرائية ولا بالميزانية تاعك.
هنايا كما قلت لكم قبيله في عدد الحريرات اللي راح تنقصها واللي هي تتحكم لك في سرعه انقاص الوزن. مثلا اذا درنا هذه درناها 30%، يعني تنقص 30% من الحريرات تاعك خلال اليوم، نسبه الحريرات ولا عدد الحريرات خلال اليوم راح تكون اقل، كانت 1779 راهي الان 1557، بمعنى تتناول حريرات اقل وراح تفقد الوزن بسرعه اكبر، لكن كما قلنا عندك الفرصه انك تفقد الدهون اكثر. 1557، 126 غرام دهون، 30 غرام كربوهيدرات و76 غرام بروتين. هنا تكون الوجبات اقل وتكون سرعه فقدان الوزن اكبر، وتكون فرصه انك تفقد القوه العضليه تاعك والعضلات تاعك اكبر كذلك. اذا درنا مثلا النسبه هي 10، هذا شخص حاب ينقص الوزن لكن حاب ينقص الوزن ببطء بلا ما ينقص الكثير من الوجبات و بلا ما يفقد الكثير من القوه العضليه و من العضلات. هنا تزيد نسبه الحريرات ولا عدد الحريرات تولي 2002، 175 غرام دهون، 30 غرام كربوهيدرات و76 غرام بروتينات. كان هذا هو الموقع. رانا يعني لازم تكون اول نقطه في متعلقه به لازم تكون صريح في الارقام اللي راك دخلها، لان هي اللي تحكم لك في الريجيم تاعك وهي اللي تحكم في نجاح او فشل الريجيم الغذائي. لازم تكون الهدف تاعك محقق، تكون حاط الهدف تاعك لكن ما يعني ما تبالغش في تقدير قدراتك. لماذا؟ لانك اذا درت تنقص نسبه تنقص نسبه الحريرات ولا عدد الحريرات خلال اليوم وديره 35% وانت عارف نفسك انك ما تقدرش تقعد خلال اليوم بدون تقعد فتره طويله بدون تناول وجبات. اذا راك عارف باللي تقدر تصبر على الجوع ولا تصبر على تناول وجبات صغيره كبر النسبه تاعك. اذا ما تهمكش فقدان العضلات ولا فقدان القوه العضليه كبر النسبه، لكن اذا عارف انك ما تقدرش تتناول فقط وجبات صغيره ولا تبقى لمده طويله بدون اكل صغر النسبه، راح تفقد الوزن بصوره ابطا لكن على الاقل تكون عندك نسبه النجاح في البرنامج الغذائي تاعك اكبر. لهذا نظن انه مفتاح النجاح في هذا الرجيم هو انك تكون صريح مع نفسك وما تبالغش في تقدير قدراتك الذاتية. هذه اول حاجة. الارقام لازم تدخلها بدقة، لكن اذا ما كانش عندك الارقام 100% ما معناهاش انه ما تقدرش تقوم بهذا الرجيم. تقدر تقوم بهذا الرجيم لكنه الارقام اذا دخلتها بالتقريب النتائج تكون كذلك بالتقريب. لهذا حاول قدر المستطاع انك تخلي الارقام تاعك اقرب الى الحقيقه ولا اقرب الى الارقام الصحيحه. ان شاء الله تكون كاينه افاده في هذا الفيديو. ان شاء الله راح عما قريب نزيدكم الجزء الثالث من سلسله التنشيف واللي هو الرجيم الغذائي الثالث، ولا يكون اختيار ثالث في الرجيم الغذائي. ونظن هذا الرجيم الغذائي الثالث اللي راح نقدموه يكون ارخص رجيم غذائي ولا اقله في التكلفه بالنسبه لانقاص الوزن. وبالنسبه لنا احنا كامه عربيه ولا امه مسلمه كنوا ديجا كنوا مجربين سابقا اللي هو الصيام، راح نشرح لكم كيف تقوموا به، لكن مختلف نوعا ما بين الصيام من الناحيه الدينيه والصيام من ناحيه الرجيم الغذائي. لهذا راح نشرحه ان شاء الله في الفيديو تاعو. ان شاء الله تكون كاينه افاده في هذا الفيديو. ما تنساوش الاشتراك بالقناه والاعجاب اذا كانت كاينه افاده في هذا الفيديو. خلونا الاسئله تاعكم والتعليقات، ونشكركم كذلك على التعليقات الايجابيه. اذا كانت عندكم حتى انتقادات بناءه ولا حتى ملاحظات مرحبا بها، خلوهم لنا في التعليقات. ما تنساوش متابعتنا على الانستغرام وعلى التويتر اللي هو حساب جديد وليد في 93، وعلى الفيسبوك فاير ميوزك 1. راح نخليكم كامل الروابط اسفل هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والله يديم اهناكم.